هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة حد قولهم. سيستمر أبناء مدينة أبيان في كسر الطوق الذي فرضه عليهم تنظيم القاعدة منذ سنوات. كان التنظيم الذي ينتمي عدد من أفراده إلى المحافظة قد اعتاد على تجاهل آراء أبناء المناطق التي يقيم فيها، بل أخذ كثيرا منهم إلى الموت حين أحس أنهم يفكرون بطرده. ونهار الجمعة الفائت وقف عناصر الإرهاب أمام ظاهرة جديدة لم يعتادوا التعامل معها. خرج من لا يحملون البندقية ضدهم، وأخذوا يعلون أصواتهم ويرفعون شعارات ولوحات تم إعدادها مسبقا. أبلغ التنظيم لجنة وساطة تم تشكيلها في ذات اليوم أن الأمر ليس عفويا، وأن هناك من يعد ومن يجهز، لكن اللحظة ذاتها هي من اتخذت القرار. كما أتى الرد، رأى أبناء زنجبار والذين سبق للقاعدة أن غيرت اسم مدينتهم أن المدن تدفع ثمنا باهظا لتواجد التطرف على أرضها. كما رأوا حضرموت تسبقهم إلى الاستقرار فاتخذوا قرار الخروج، وهو ما يختلف مع اعتقاد القاعدة إنهم محل ترحاب وقبول